صباح واهلا وسهلا على القناة. اليوم بدنا نتحدث عن التليفون الجديد من شركة شاومي. هيدا اسمه شاومي 12 لايت. هيدا بيكون الميد رينجر من شركة شاومي. عندنا هالتليفون ببلش تقريبا ب 399 دولار، معناته الدولار بارخص من 400، ومعنا الحاسوب تبع الميد رينجر 778. الحلاوه فيه انه هالحاسوب حنسمع عنه كتير هلا بالاسواق بعد شوي، لانه في تليفون نازل فيه. بس اهم شيء عنه لهالتليفون انه سعره ببلش تحت ال 400، عندنا 778، وعندنا الكاميرا اللي بتجي 8 ميجا بيكسل على هالتليفون. يلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي من الاشتراك. خلينا نتحدث عن الامكانيات والمميزات الحلوه في الشاومي 12 لايت. اعملوا لايك وسجلوا على القناه حتى دائما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديده. هدول الغراض بقلب العلبه. العلبه مثل ما قلت لكم الشاومي 12 لايت، هذا ما انه من 12 اس، هذا من السيريز اللي هلا نزلوها جديده. هيدي مثل كانه جاي من مع خبره عيد 12 برو اللي شفنا من اول شيء. هذا بسموه اللايت الميد رينجر تبعهم. عندنا التليفون هون حينزل فيه ثلاث الوان موجودين على السوق. الشارجر بقلب العلبه 67 واط، البطاريه الموجوده هون 4300 ملي امبير. عندنا الشريط هون اليو اس بي سي لليو اس بي اي، وعندي جنن بيعطونا كمان غطاء ببلاش بيكون ترانسبرنت نقدر نشوفه عبره. علبه منيحه وبيجينا كل الاغراض بقلبها. سو هذا هو التليفون. مثل ما قلت لكم البطاريه 4300 ملي امبير، فينا نشارجها بالشارجر بيجي بقلب العلبه 67 واط نقدر نستعمله. الكاميرات الموجوده عندنا ورا هون، عندنا ثلاث كاميرات. الكاميرا الاساسيه حتكون 108 ميجا بكسل، هيدي احسن كاميرا موجوده عليه التليفون. الكاميرا الثانيه حتكون 8 ميجا بكسل، بتكون للالترا وايد، والثالثه حتكون ماكرو لينز، معناته هذا اللي نقدر نقرب ناخذ صوره قريبه، معناته حنعيش ثلاث ارباع حياتنا بالكاميرا الاساسيه ال 108 ميجا بكسل. هلا قدام الكاميرا موجوده قدام هون 32 ميجا بكسل، وبنقدر نعمل عليها كمان 1080 بي. انا عم بستعمل التليفون على تي موبل هون بامريكا. عندنا الشاشه 6.55 انش، عليها هي اموليد ديسبلاي، وبقلب الفينجر برنت سنسور موجود تحت الشاشه. 120 هرتز نقدر نظبطها، عندنا كل الاختيارات تاعت ال 112 موجودة عليه 113 عليه لاندرويد 12 موجود هون عليه للتليفون. والموديل اللي عندي هون انا 6128 على الذاكرة. حيكون في ثلاث موديلات وثلاث الوان. الموديل الثاني حيكون 828، والموديل الثالث حيكون 8256 للذاكرة. الذاكرة حتكون بسرعة ال UFS 2.1، والرام حيكون ال LPDDR4X ال4X، يعني حتكون سريعة وماشي كتير حلوة. ومثل ما قلت لكم اندرويد 12 موجودة هونيك، والاندرويد سكيورتي ابديت مثل ما عم بتشوفوها الابريل 1. الشغلة الوحيدة اللي بضلني افسر لكم عليها انه مثل ما قلت لكم الموديل اللي عندي هون انا 6 جيجا بايت مع ال 128، حنتحدث عنه شوي عن الامكانيات اللي عم بتصير معي هون. بس مثل ما خبرتكم كله هون فيكم تفوتوا تحت الديسبلاي، فيكم تغيروا الريفرش ريت مثل ما موجودين عندنا ب 60 يا اما 120، وبنظبط كل الشغلات بتمشي مظبوط. انا يعني بالنسبه لي لازم نحطها على 120، لانه مع ال 1080 بي الحاسوب هون ال 778 وال 1080 بي ريزولوشن تاعت الديسبلاي حتمشي كثير منيح، والبطاريه بتضل لنا مده طويله. هلا خلينا نتحدث شوي عن الامكانيات لهذا الحاسوب. عملت انا الجيك بنش سكور هون 780 على سنجل سكور، و 2901 على المالتي سكور. مثل ما قلت لكم 778 جي هذا ميد رينجر، معناته هذه قوته اللي حنقدر نشوفها من هون. منا تعيسي ولا كثير، بيمشي كثير منيح التليفون، بيضله ماشي حلو، سرعته كتير حلوة والشاشة حلوة وكل إمكانياته طالعة كله ماشي منيحة. هلا سرعته للتليفون لأنه مركبه هون بأمريكا، عملت عدة تجربة عليه كمان على التي موبل، شفت هون تقريبا 53 للتنزيل وتقريبا 15 للتطليع، ومرة تانية عملناها مرة تانية. بس اللي بتشوفه اللي عجبني فيها كتير انه بيجين الخمسة جي موجودة هون. ومش بس هيك، لما بنعمل هون على التي موبل بتشوفوا انه بيجين الفويس اوفر ال تي اي، خلينا نعملها. سو تي موبل بيجين فويس اوفر ال تي اي مع الفايف جي بامريكا عليها لشركة تي موبل، وماشي منيحة. سو ما حيكون عندنا اي اشكال، بس على دي لتأكدوا تشوفوا انه كل الامكانيات بتمشي مظبوط لعندكم. عندنا زر الباور بتن والفوليوم راكر على اليمين، لفوق عندنا السبيكر الموجود من الاثنين الموجودين عندنا هون، الميكروفون للكاميرا، عندنا الاي ار بلاستر لنقدر نمشي عليه للتلفزيون، كل شيء نضيف على الشمال. لتحت اثنين سيم كارد لنحط عليهم الامكانيات للتليفون، عندنا اليو اس بي سي للتشريج، ميكروفون والسبيكر التحتاني للتليفون. سو معناته كل هالشغلات حتمشي مظبوط. خلينا نطلع الكاميرات هلا. هون بنقدر نشوف كل امكانياته لهالتليفون. امكانياته حتكون احسن شيء بالكاميرا الاساسيه ال 108 الموجوده ورا. تحت الفيديو اذا بنطلع هون من ورا بنقدر نعمل 4K 30 فريمز بير سكند، هيدي معموله خصوصيا بسبب الحاسوب اللي موجود عندنا هون. من قدام 1080 بي هيدي شغله ما بتتغير، كل تليفونات شاومي بتضلها تعطينا 1080 بي. وغير هيك كمان عندنا البرو مود، الفوتوغرافي، فينا نقدر نشوف عده اختيارات موجوده هون، التايم لابس، الموفي افكت، وكل هالشغلات حلوه مظبوطه. اللي بيعجبني فيه لهالتليفون انه امكانيته كلها حلوه، رغم انه هيدا شاومي 12 بتشوفه كتير نحيف، وزنه كتير منيح، وبيعطينا امكانيات كتير حلوه بالكاميرات.
يلا خليني افرجيكم مصر هلا عن الكاميرا الموجوده قدام والكاميرا الموجوده اساسيه. هنبلش اول شيء بالكاميرا الاساسيه الموجوده قدام، عليها لهالشاومي بنقدر نعمل 1080p 60 فريمز بير سكند. هيدي معموله نظام هذا عادي بنشوفه على كل تليفونات شاومي، كل التليفونات الصينيه، ما بعرف ليه بس 1080p احسن شيء، على القليل يعطونا 60 فريمز بير سكند. خلينا هلا نشوف كيف الكاميرا بتمشي بالكاميرا الموجوده من ورا، عليها لهال 12 والشاومي 12 لايت. هلا عم نستعمل الكاميرا الموجوده ورا، هيدي كمان بتعطينا 4K 30 فريمز بير سكند، احسن شيء موجود عليها. بس الشغله المهمه لازم نعرفها انه رغم انه فينا نسجل 4K 30 على احسن شيء بسبب الحاسوب، فينا كمان نسجل على 1080p 60 مثل ما بنعمل على الكاميرا الموجوده قدام اذا كنت تستعملوا نفس السبيد من قدام ومن ورا. الشغله كثير حلوه، في عنا عده شغلات نقدر نعمل فيها كمان الكاميرات، حفرجيكم كلهم، بس على القليل هيدي مصدر عن الصوت والصوره من الكاميرات الموجوده على الشاومي 12 لايت. هلا مثل ما شفتوا بالفيديو الكاميرات حتمشي كثير كثير منيحه، والكاميرا الاساسيه الموجوده ورا حتعطينا احسن فيديو. خلينا نطلع على الصوت الموجود عليه للتليفون. مثل ما قلت لكم سماعه لفوق وسماعه لتحت، معناته لما نمسك التليفون لازم نمسكه مزبوط هيك حتى نعمل اللي يجي الصوت اللي يقرب لعنا. بس حنسمع الغنيه اللي معجبين فيها مثل ما اشوفها دائما على القناه، اليكس كريندو جامبو من ان سي اس ريليس. خلينا نبلش، وحاط الفوليوم انا على 100%. ما شفته الصوت كتير كتير منيح وما عنا اي اشكال. خلينا حتى نحدث هلا شوي عن الامكانيات تاعت الالعاب عليه للتليفون. انا منزل الجيم توربو، الجيم توربو بيجي مزبوط بقلبه هذا التليفون، هذا تطبيق بقلب مي واي 13. منزلين الالعاب الباب جي، الكول اوف ديوتي، الجيك بنش انا نزلتها كمان هون حتى نعمل تجربه على القوه القويه. خلينا ننزل الصوت شوي لانه بدي نخر هذا. ومثل ما شفنا هون منزلين الالعاب، فينا نسيطر كل شيء ونظبط البروفايل تبعهم حتى يمشوا احسن شيء عليه للتليفون، وبنقدر نمشي كل شيء مزبوط. يلا خلينا هلا ننط ندور لعبه الباب جي موبايل ونشوف كيف بنقدر نظبطها. مثل ما تشوفوا نطينا عليها بسرعه، مش بسبب انه انا كنت اللودينج سريع، انا عملتها لانه كنت مدورها من قبل. لما نسحب من هون فوق على الشمال بنشوف الجيم توربو سيستم جديد، فينا نفتح تطبيقات صغيره هون، عندنا الاختيار الثاني تسجيل الفيديو، عندنا الجيم بوست وعندنا الكلير اب ميموري، كل الشغلات اللي محتاجينها بنقدر نظبطها وبنقدر نجيبها دائما من سحبي هون على فوق على الشمال. على السيستم هون احسن شيء موجود على الباب جي موبايل، اذا بنفوت على الجرافيكس والاختيارات حيعطينا الاتش دي ار والالترا مع الكولرفول. هلا اذا بدنا نعمل على 60 فريمز بير سكند اسرع شيء لازم ننزل على السموود، هيدي بتعطينا السرعه اكثر، بنقدر ننزل على 60. بس اهم شيء بدنا نعمله انا بالنسبه لي بحب انه يكون الصوره حلوه والامكانيات منيحه، سو بتعطينا خبره هون كثير منيحه على ال 40 وبتمشي كثير كثير حلو على الالترا، عشان هيك انا بضلني بنظبطها هونيك. بس ما عندنا الكيو اتش دي ولا عشان هيك ما بتطلع لفوق. يلا خليني اعطيكم هلا مصدر عن الالعاب على التليفون الجديد من شركه شاومي. Contact with enemy. Enemy down. Enemy contact. Target in sight. I'm hurt. Target in sight. ما في شك انه هالتليفون عنده امكانيات كتير منيحه. بسعره 399 هذا الموديل بيكون ال 628 حتقدروا تستعملوا التليفون ما في اي اشكال. الشغله الوحيده اللي بقولها انه لازم تعرفوا مظبوط انه رغم انه عندنا امكانيات منيحه وال 6 جيجا بايت منيح، بضل يطلع لي نظام بقلب التليفون بضل يقول لي انه عم بستعمل تقريبا 80% عن الامكانيات تاعت مش الذاكره الرام، معناته عم يقولوا لي انه لازم استعمل زياده، خاصه اذا تارك كم تطبيق بالميموري لازم نعمل له كليرنج ليمشي التليفون مظبوط. ما في اشكال بس انه بتضل تطلع لي هالنوتيفيكيشن، عشان هيك بعتبر انا انه ال 828 هون احسن شيء اذا بدكم تبلشوا عليه، واذا بدكم تظبطوا مظبوط اعملوا 8256 ساعتها بيطلع لكم كثير امكانيه حلوه. ثلاث الوان وكثير شغلات منيحه. هلا على خبره الكاميرات الموجوده هون انا فرجيتكم فيديو من شوي، خلينا نتحدث هلا عن الصور. ولما رحت انا على الناتشورال هيستوري ميوزيوم ولما كنت رحت مع ابني على الماجيك ماونتن هون بكاليفورنيا، خلينا نقدر نشوف عده شغلات وامكانيات لهالكاميرات الموجوده عندنا.
شغلي مزبوط انه احسن كاميرا عليه لهالتليفون حتكون ال 108، احسن صور احسن فيديوهات حتطلع من هالتليفون حتمشي مع الكاميرا الاساسيه. عشان هيك بالنسبه لإلي اذا ما محتاجين تستعملوا الالترا وايد ولا تستعملوا الماكرو، اضلكم عايشين فيها حتكون بسطوا كتير كتير منيح. باللو لايت وبالعادي لما يكون عندنا الشمس وعندنا الضوء ماشي منيح ما في اي اشكال، حتطلع الصور كتير منيحه. وامكانيات ال 778 جي هذا من كوالكوم حيكون كتير منيحه لتعطينا ال 4K 30 فريمز بير سكند منها، حتنبسطوا كتير وما حيكون عندكم اي اشكال. سو من العاب، من فيديوهات، بدك تتفرجوا على فيديوهات، لتتسمعوا على موسيقى، لتعملوا كل هالشغلات، كل شيء حيمشي مزبوط. بس صراحه صراحه لازم تفكروا انتو اي موديل بدكم تجيبوه. ثلاث الوان وثلاث اختيارات من الرام والذاكره موجوده عليه للتليفون. عشان هيك انا معجب فيه لهالتليفون كتير، وبنصحكم اذا عم تفكروا تجيبوا تليفون ميد رينجر بدكم توفروا مصاري، $399 ارخص موديل منه لهالتليفون حيشتغلكم كتير منيح. اذا بتدفعوا شوي زياده بجيبوا 8 جيجا بايت للرام بتمشيكم احسن، وما بيجيكم النوتيفيكيشن اللي بتضل لكم عم تستعملوا الذاكره ثلاث ارباعها. انا الشغله الوحيده اللي بدكم تعملوا بس بتعملوا كلير، بتسكر كل التطبيقات الثانيه، كل شيء بيمشي مزبوط. سو اخر شيء، هالتليفون من الموديل من الاختيارات تاعت ال12 منها لشاومي، منها 12S، وبهالسبب انا مبسوط كتير منه، وان شاء الله تكونوا عجبتوا فيه قد ما انا معجب فيه لهالتليفون. يلا بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد. شكرا جزيلا لشركه شاومي انه اعطوني هالتليفون وخلوني اعطيكم خبرتي بعد استعمله لعده جمع، وان شاء الله يكون عجبكم هالفيديو. بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد.